طبعا. وكان الرد بأنك تقلدت وشاح الملك عبد العزيز. اي نعم. اي طبعا هو موجود خلفك سمو الامير. وبنسمع نسمع القصيده كامله. اسمعها. قصيده الوشاح. الوشاح. ليت العيون اللي تحرق هدبها من الدمع وشقتني اعتاب ومشاريه اللي تقول الناس تعلى ارتبها وانت مكانك تحصد الغي والتيه يا بدر ما تسوي القصيده تعبها ولا لك بها عز ولا خير تجيه يا ليتها والشمس يبرق لهبها في مفرقي والصدر تملى محانيه تشوفني متوشح من ذهبها الصافي اللي يعجز المال يشريه وشاح من كل المعالي نسبها يعود له والطايلة من مواليه عبد العزيز المجد صفوة عربها من كف سلمان عسى الرب يحميه نور البلاد وعزها هو شبابها واغلى الملوك اللي بالارواح نفتيه يا امير يا امير يا عشق الحروف وطربها بهديك صبحا كل عمري لياليه قصايد وان كان ربي وهبها اجمل قوافي الشعر واسمى معانيه انا احمده عن كل عيب حجبها ما شابها زيف ولا ضعف تخفيه 50 عام والكواكب حطبها نجم تشبه في السماء ونجم تطفيه ومر الزمان وشاب منه كتبها وتسربت مثل العمر بين اياديه من غالب الدنيا بربه غلبها لو هو بحرف مرهفات مواضيه ويكفي العيون اللي اسرفت في عتبها يا تعتذر من بدر ولا تهنيه لقد كرمني وشرفني والدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بوشاح الملك عبد العزيز ويكفي أن من تفضل علي هو سلمان بن عبد العزيز وأن هذا الفضل يحمل اسم عبد العزيز بن عبد الرحمن فكم أنا فخور ومعتز بهذا الشرف العظيم لكل شاب وشابة يحمل أو تحمل ريشة أو قلم من أبناء هذا الوطن الغالي أقول سنحضر تكريمكم تكريمكم من مولاي خادم الحرمين الشريفين ومن سمو ولي عهده الأمين وما تكريمي إلا فاتحة لتكريم كل مبدع في المملكة العربية السعودية والله يرعاكم.